السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم بحر المنسي من قناة تاروت توت عنخ آمون. والنهاردة قراءة اتأخرت كتير جدا لمواليد برج الحوت، مواصفات الشريك القادم. دي قراءة هدية مني لمواليد برج الحوت الفترة اللي جاية. لو في حياتك شخص، أو لو في حياتك واحدة، أو في حياتكم شخص معين، ممكن تحط الطاقة عليه تشوف هو ده المواصفات احنا هنشوفها دلوقتي ولا لا. لو في حد جديد هيخش في حياتكم هيكون بالمواصفات دي. وخلينا نبدأ. أول حاجة نشوف رسائل مواصفات الشريك القادم لمواليد برج الحوت. شريكك القادم سيجذب ذوقك المختلف وهواياتك، يعني هتتشاركي في الشراكة القادمة مع شريك الحياة في نفس الهوايات أو في نفس الذوق أو في نفس الحاجات اللي بتحبوها أو الاهتمامات. والرسالة التانية، هتقابلي الشريك القادم خلال موسم الأعياد، يعني متوقع في رمضان أو في العيد أو في الفترة القادمة دي. الشريك القادم سوف يكون طويل ولديه جسد نحيف قليلا وبرجه ناري. وآخر رسالة، الارتباط جايلك قريب، بس انت فك التعلق بالفكرة عشان تحصلي على الارتباط. يعني فك التعلق بالشريك السابق او بالعلاقة السابقة اللي لم تنتهي بالنسبة لك رغم انتهائها في الواقع، وفك التعلق بأي علاقات ليها علاقة بالماضي او بالذكريات السيئة اللي في حياتك عشان تقدري انك انت تندمجي وتدخلي في علاقة جديدة. لو هنشوف رسائل من الشريك القادم، صفات الشريك القادم: متفهم ومنسجم في العلاقة، يعني هيكون في تفاهم ما بينكم وهيكون في انسجام في علاقتكم مع بعض وتفاهم. طبعا احنا قلنا ان انتوا بتشتركوا مع بعض في الهوايات او في الاهتمامات، فهيكون في علاقة متزنة ومتفاهمة جدا بينك وبين الشريك القادم. شايف ان هو عنيد ومتناقض بعض الشيء، يعني بيمتاز بعند وتناقض كثير. عاطفي جدا، بيحب الرومانسية وبيحب الأجواء الهادئة وبيحب الكلام المؤثر وبيحب العاطفة لدرجة كبيرة. وشخص مغامر دون حساب، يعني عنده استعداد يخش في أي مغامرة أو ينطلق نحو أي شيء بيسعى إلى تحقيقه من غير ما يفكر في الخسائر أو في أي شيء. ويحب ويسعى إلى الحفاظ على العلاقة، يعني بيحب شريك حياته أو الشخص اللي بيكون موجود في حياته بجد، وبيسعى هيسعى معاك للحفاظ على العلاقة وتقوية علاقته معاك. بص معايا، في طبعا دلوقتي في أسئلة كتير عن شخص ببالكم، فأنا هديكم سؤالين نعم أو لأ. لو هتسألوا نفسكم دلوقتي هل عن شخص معين، هل هو ده الشخص ولا لأ، كله يحط الشخص دوت في دماغه او سؤال بإجابة نعم او لا في دماغه، وهنسحب كارت نعم او لا دلوقتي. هل هو الشخص اللي في دماغكم دلوقتي؟ والرسالة بتقول توقع الافضل، يعني متوقع شيء افضل من اللي انتم بتفكروا فيه دلوقتي او من الشخص اللي انتم حاطينه في دماغكم دلوقتي. وخلينا نكمل نشوف رسائل من تهكير مشاعر الشخص ده. حاولي تفرحي معايا وتنسي متاعب الحياة. أنا لا أهملك في حياتي، لكن حياتي كلها أتعبتني. حاولي تفرحي معايا وتنسي متاعب الحياة. والرسالة دي تتكرر عندك للمرة التانية. خلينا نشوف تهكير مشاعر الشريك.
أو تهكير أفكاره، أنا بكره التحكمات وإنتي دايما مسيطرة. يعني من مواصفات الشريك القادم إن هو هيكون بيكره إن حد يتحكم فيه، وإنتي صفاتك دايما بتحاولي تسيطري بيها على الشخص اللي في حياتك. أنا حابب أكمل معاكي بس لازم تستحملي ظروفي، ممكن يكون الشخص ده فعلا في حياتكم. أنا مرتاح في العلاقة معاكي بس أوقات كتير بحس بتردد أكمل ولا لأ. ودي كلها أفكار سواء متواجدة في تفكير حد في حياتكم أو في علاقة قادمة عندكم إن شاء الله. خلينا نشوف الرومانس كارد ونصائح الوضع العاطفي أو رسائل ملائكة الرومانس كارد بتقول إيه. ورسائل ملائكة الرومانس كارد getting to know each other، يعني انت محتاجة تتعرفي اكتر على الشخص ده وتفهميه وتفهمي طباعه اكتر وتفهمي شخصيته اكتر. وتراست، الثقة هي عامل اساسي من اجل تطور الاوضاع اللي بتحتاج لمواجهة بينك وبين الشريك. worth waiting for، يعني ماذا تنتظري بعد. diving timing is at work in your love life، يعني انه الوقت المناسب لبدء العمل على حياتك العاطفية وتحسينها. خلينا نشوف دلوقتي فنجان العلاقة او فنجان الشريك القادم بمواصفاته. ليه مواليد برج الحوت؟ برج الحوت الشريك القادم عندكم هيأتي في فترة هيكون فيها مشاكل، يعني هيكون فيها نوعا ما من الصراعات أو الاختلافات أو المشاكل، أو هتكون فترة مش صعبة. لحظة واحدة، لحظة أشغل إضاءة. يعني هتكون فترة زي ما كنت بقول مش صعبة على الصعيد النفسي قوي او مرهقة جدا على الصعيد النفسي، ولكن هتكون فترة جادة يعني مليئة بالاحداث الصارمة او بالمواجهات او بالتحديات. شايف ان هياتي فترة هيكون فيها توازن مالي او هيكون فيها حصول على مبالغ مالية كتير عندك الفترة اللي جاية، او عندك يعني قراءة طبعا الرجال والنساء. وشايف ان هيكون في غيرة من حد طرف ثالث في حياتك او حد كان موجود في حياتك من دخولك في العلاقة ديت او من دخولكم في العلاقة ديت، كأن حد في حياتكم متضايق من دخولكم في العلاقة ديت. وشايف ان تتضح ليك الرؤية في حياتك كتير، يعني تبدأ انك انت تظهر لك حياتك كتير وتنكشف ليك الرؤية في حياتك كتير، ويتشال من على عينكم الحاجب اللي بيمنعكم من رؤية الاحداث على حقيقتها. هتلاقوا ان كنتوا بعد ما كنتوا فاكرين ان الواقع صعب او ان كل شيء بيتحداكم او ان الحياة مرهقة، ان كنتوا ماشيين في اتجاه التيار، في اتجاه الاشياء اللي فعلا هتوصلكم للنجاحات اللي انتوا عايزينها وبسهولة وبدون اي مجهود نفسي من عندكم. فهتكون فترة نجاحات اللي هتتعرف فيها على الشريك، وهتكون فترة تخلص من وهم القيد اللي هتكوني بتشعري بيه. اتمنى تكون القراءة عجبتكم. ما تنسوش تشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجكم. والحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم واتساب في صندوق الوصف اسفل الفيديو. شكرا لكم، السلام عليكم.